بالراحة بالراحة بالراحة. عاي يا حمار، قلت لك في العضل مش في النص. نص ايه؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ابو العربي اخويا حبيبي وحشني موت، انت فين يا ولا؟ بقول لك يا عم عاطي بلاش شغل الصياعة ده. يعني ما لقيتش غير مهجة في البلد كلها اللي انت عايز تتجوزها؟ وتخصك في ايه؟ تخصك في ايه مهجة يا عربي؟ تخصني في ايه؟ ما انتش عارف اني بقى لي 10 سنين ماشي معاها؟ 10 سنين بتمشي معاها؟ ليه؟ بتخسس؟ بخسس؟ اسمع معاطي، أنا ومهجة بنحب بعض، وبصراحة أكتر أنا هاريها بوس، ومش بوس عادي، من بتاع السيمة. وماله يا جدع؟ هو أنت غريب؟ غريب؟ أنت ما عندكش نخوة؟ ما فيش رجولة؟ اللهم طولك يا راح. قصدك اللهم طولك يا إريال. يا ابني هي الدنيا كده، تبقى ببقك وتقسم لغيرك بعد ما تتندغ. ها؟ شكلك نوع الشر يا معاطي. وهو الجواز شر يا عربي، الجواز حب وحنان ودلع نسوان. تبقى وقفت قدامي، وقفت قدام القطر، هتندم. بق، انت بق، انت لسان يا هلا، والجواز مش باللسان. امال بقى ايه يا معاطي؟ يعني مش عارف، الجواز بالتوتو. وانت عندك توتو؟ الحمد لله، الفلوس بالهبل، مش زيك يا مفلس يا صدمان يا عدمان اللي وشك يقطع الخميرة من البيت. يلا هلا ده محل اكل عيش، يلا هتجوزها يعني هتجوزها، يلا هلا عربي. اتجوزها معاطي، اتجوز البنت بتاعتي اللي انا ماشي معاها 10 سنين وهاريها بوس. برضه هتجوزها يا سيد. اتجوزها يا بتاع القماش، بس اوعى يوم فرحك تستحمى لا تكش. سيد اتلم للمك يا جدع، روح، ده انت بسوق الرجاله هسقصها. يا حسن انت هسقصها، هضربك يا عربي. تضرب مين ده؟ لو شديت صباعك تتكرف ايدي. يكتب الله انا سيح دمك يا راجل يا بافته، يا راجل يا بافته. يا اضربني بالست يا ده. بس على بدر.